السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو إن شاء الله راح نبين هاد العلاقة نتاع الأمل الرياضي. حنا على بالنا بلي الأمل الرياضي بالقانون العام تاعنا واش يساوي هو إكس واش يساوي المجموع من إي الواحد إلى غاية إن نتاع واش نتاع إكس إي في إي لي إكس إي. هكذا حنا واش راح نديرو؟ راح نديرو هنايا واحد تبديل متغير، راح نديرو بلي اكس واش هو نفسه ا اكس زائد بي. هكذا راح نعود في العلاقه نتاعي، راح تكون عندي او هاد الخطره واش راح نكتب ا اكس زائد بي واش تساوي لي اي من واحد الى غايه ان نتاع اكس اي في بي لي اكس اي بين قوسين. ممكن راح نبقى نرمز لها غير بي لي اي هكذا باش ما نبقاش نعاود هذيك اكس اي. الان هنايا اكس واش قلنا هي نفسها ا اكس زائد بي. الان نتعاملوا شويه مع القوانين تاع المجموع. عندي من اي الواحد الى غايه ان، هنا عندي ضرب راح ننشر، واكيد هاد الاي راح تكون فقط في الاكس. علاش؟ لان ا وبي ثوابت. اذا ممكن هاد الكتابه نعاود نكتبوها ماشي مشكل، راح تكون مكتوبه من الشكل الاتي ا اكس اي زائد بي. هكذا ما نساوش في بي لي اي. اذا نزيد نكملو من اي تساوي الواحد. الان راح ننشرو عادي، كي راح ننشرو واش راح تعطينا؟ راح تعطيني ا اكس اي في بي لي اكس اي زائد بي في بي لي اي. كي تكون عندنا زائد في المجامع نقدرو نكتبو كذلك هنا المجموع من اي يساوي الواحد. الان بما ان ا عدد ثابت نقدر نخرجوه بالمساواه نتاعي، راح نخرجها هو ا. واش يبقى لي؟ يبقى لي المجموع من اي الواحد الان نتاع واش نتاع اكس اي في بي لي اكس اي هكذا، زائد نفس المبدا بما ان بي ثابت نخرجوه بي من اي يساوي الواحد الان نتاع واش تاع بي لي اكس اي. علاش هاد اكس نسميوها صغيره؟ احنا ما يهمش، المهم فكرة وصلت. حنا على بالنا باللي المجموع كي نكونو في الأمل الرياضي، المجموع نتاع الاحتمالات هذا واش يساوي الواحد. هكذا إذن، وعلى بالي باللي هذه واش هي او اكس. إذا في الأخير واش غنتحصل؟ ا في واش هذاك المجموع راح يعطيني او لإكس زائد واش زائد بي في، وعلى بالي هذاك المجموع نتاع بي لإكس اي نتاع الاحتمالات، قانون الاحتمال دائما المجموع نتاعهم يساوي واحد، اذا تساوي واحد في بي. اذا في الاخير انا وصلنا ان او ا اكس زائد بي تكتب على هاد العلاقه هذه. كان معكم يوسف موسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.